حلوة، ده 30 جرام منها. هنحط عليها 30 جرام من السكر. عندنا هنا 100 جرام من دي الرول. عندنا نص معلقة كبيرة زيت، وعندنا 70 ملي من المية بدأت. انا عندنا لمدة دقيقتين. هنسيبها ترتاح نص ساعة. هنبدأ ان احنا نقطعها. وزن كل قطعة 20 جرام. ده احنا قطعناها، ده عبارة عن حشو بطاطا حلوة. احنا شفنا الحلو دي اعتقد ايدينا لازم تكون مبلولة. خلاص هناخدها عشان نحمرها، نستنى الزيت عشان يسخن.